يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابي أعني على نفسك بكثرة السجود، هل المقصود إطالة السجود أم المقصود؟ وهل كثرة السجود، ما قال بإطالة السجود، كثرة السجود يعني في الطاعة والعبادة. نعم. يقول حفظك الله، وهل من أكثر من السجود تكون له هذه المزية أم هو خاص بهذا الصحابي؟ لا، ما هو خاص بهذا الصحابي. فالمسلم يكثر من السجود تطوعا وصلاة نوافل بعد الفرائض. نعم.